رمضان كريم. فاش القطع هاي صحتي صحتي. مساء الخير الحاج. مساء الخير، السلام عليكم. كيف حالك؟ مليح شويه؟ لاباس شويه؟ واش راك تعمل؟ والله غير الحمد لله. انت خيرك مليح شويه؟ لاباس يعيش. واش هذا القط والورد؟ خير خير ديال الحاج. والله غير جيت قاصدك على حساب ونسب ان شاء الله، الى كتب ربي ان شاء الله. هو راك غلط وقيل السي محمد، مانيش انا. لا لا، قال لي انا قال لي السائد، انا بعث لي عندك السائد. قال لي السائد نسيبي. ايه السائد نسيبه. قال لي الحاج عنده واحد فيله صغيره، جيت نقصدك فيها الا بغى ربي ان شاء الله. انا عندي طفيله صغيره. انا سعيد هو اللي قال لي الحاج. يا راجل على البليس ما عندي والو. عندي حنان راهي مزوجه بالسعيد من سنين بعمر وخلاص. انا عندي لا يعني نضرق البنات انا والله ما عنديش. والله الحاج السعيد هو اللي بعث لي، قال لي يا ودي الحاج عنده طفيله صغيره روح قصدوا فيها، جيت نقصدك فيها. هذا مهبول والله، كيفاش عندي طفيله صغيره؟ علاش عندي ذراري مازال ما زوجتهم؟ انا هو اللي بعث لي الحاج. لما لا راه غلط يعاودي بحثك. وين بحثك؟ عندي ما عندي حتى طفله. شوف الوجه ربي ان شاء الله. انا راني يا ودي ربي استغفر الله سيدي، رانا صايمين ربي حشاه في هذا المشاكل. السعيد راه يكذب عليك، انا ما عنديش يا وليدي، رانا صايم وفمي راه الريك تاعي راه ناشف، ما عنديش طفيله. كون عندي والله غير بالفرع انا عمري نرفض، كونترير ما عنديش يا وليدي. لا انت كيفاش جات باش قال لك عندي؟ واش كاين؟ اش كنت نقصر ما هكذا يا ايه؟ كنا نقصر قلت لي انا باش متزوج وقاعد. قال لي يا ودي شوف الحاج، قال لي نسيبي، قال لي عنده طفيله صغيره في الدار. قلت له احنا قصدوا فيها لا بغى ربي ان شاء الله. هكذا برك يعني ما جاتوا في راسه برك ولا كش ما بيناتكم ولا؟ لا لا كاين حساب بيناتنا. انا كنت خدام في الخارج في ايطاليان. ايه كي جيت معايا شويه دوزنا هذايا بعثوا عندي واحد لابوسيو هذايا. عطيت له 12 مليون. قال لي روح عند الحاج. قال لي واش يوض 12 مليون؟ واش يعني جهاز زعما دا عليك الشرط على فونس ولا شي؟ الشرط عطيت له الشرط. بنته مالا؟ بنته ماهيش بنتي. دا عليا الشرط على عطيت له. مالا هو اللي عنده بنته ولا يحاول يزوج مرته واحده من زوج؟ انا عطيت له 12 مليون الحاج. قال لي روح عند الحاج. مصمص لك فمك. عطيت له 12 مليون الحاج. 12 مليون جاي لي انايا. انا هو اللي قال لي. يا ودي خاطينا انا على بليس اخويا. ودي لك ترى ما راه اللي ما تراه ما يطرطقها من واحد لواحد. يوم ما عندي لا طفله لا والو، روح ليه هو قول له يجي يوري لي هذه الطفله. سيدي راني حاب نشوف بنتي صغيره انايا. الا عندي طفله اخرى صغيره وما على باليش راني حافره. ويكذب عليك يا وليدي والله يكذب عليك. والله ما كاينه من هالهضره. شوف الحاج الا تشوف وجه ربي ما تردنيش ولا دوكا. شوف انا واش حاب ندير لك يعني؟ السعيد يدي لك الدراهم ويكذب وانا نختار عليك مراه؟ والله واش ندير لك درك؟ انا على بليس صاحبي. وكان عندي لا روح ليه هو قول له قال لك بابا جيبه معاه ديك شغل هو ولي امر تاعك. قول له ارواح نروح ونخطبوا الحاج. ليه جاي بعثك انت يكلخ لك؟ انا بعث لي انا يا مي. روح جيبه وليدي روح جيبه. خسرت غير زدت خسرت 12 مليون وحسب القاطو والورد زيدهم زياده. روح روح ابني روح. لا عاد لي دور يقول لك روح للحاج دي 12 مليون. ليه مطلوق هكذا انت؟ روح روح راه سكك. ليه مطلوق ابن عمي؟ روح انت راك لفت بربك الورد والدور. اسمح لي الحاج مالك روح نقلب عليه شوف وين لقاه. حوس عليه روح روح. على خير الحاج. راك تزوجت ايه؟ تبعت سعيد ولا؟ راك ديتها 18 سنه. طز. خير الحاج. ارواح عمر ارواح. واش؟ ياك تشوف صباحة ربي. يعني واحد هنا يهرج لي في مخي السعيد ما السعيد. ملي خرجت انت نعرف باللي نسيبي ما يتكذبش عليا. سعيد واش راهي طرطق هاد الايامات؟ برك قول لي يا عمر انت على بالي الخبايا كل عندك حاجه ما تغفل عليك. انا الحاج اليوم راني مانيش من السحر ونايض عندي شغال بزاف. ما توقف لي لا في باب التوبه لا انا. قال لك الفم مزموم ما تدخلوا ذبانه. انا مفسد صيامي سعيد الله يسهل عليه. ما نقول لك لا ناس ملاح لا ناس ماهمش ملاح. اي باسكو الهضره هذه دغرغت لك راسك انت. وين هضره تشبه لك تلوحها اللور؟ كون حكينا حاجه اخرى اللي ما عندهاش قانون. ها بابا الحاجه بابا الحاجه زعما كي ولا درك في حاجه تاع الصح وليت فمك مزموم ما دخلوا ذبانه وماكش متسحر ودخلت عليه دركا ريجيم اليمونتير. دوك صافي كي تسحر تهضر كي ما تصحاش ما تهضرش. انا نختارك شرا كلشي تكب فيها. والحاجه دوك انا لو كان استغفر الله يا ربي انا تصرا حاجه في الدنيا يقول لك عمر 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 عمر. انا سميره على كل لسان بطلت من الهضره هذه. انا عيطت عليه هو راه يدير الشيء اللي يدير. هذه اللي نحوس عليها. اللي يدير اللي يدير كمل ما تحشمش. يعني واش راه يطرطق ويدير؟ قولها قول الصح. يعني هو يعني روح روح ما تخافش تحوس نتقرع لك. تقرع وجبت خليني نحوس نعرف واش راه صاري. انايا داري راهي مهوله عمارتي فيها الفوضى. قول لي واش راه صاري. شوف الحاج ملي قلت لك الحاجه اه ناس بكري يقول لك يجي هذه يروح هذا يا من عاش يروح هذا بوي اه. قول لي يرحم بابك واش كان يعمر لك في راسك؟ ما كانش يعمر لي في راسي. كان راه يقول لي واحد الحاجه مليحه وخرجتي انت ما كيش مليحه.
خرجتي انت فزتي الهضره، كان راه يحكي لي على راجلك واش راه يدير. احكي لي درك انت. شوف نقول لك حاجه يا بي، شوف عمر ونسرين غير ما تامنهمش باسكو هادوك تلمو يغيروا من سعيد ويغيروا منا يضلوا يعمروا فيك يا بي. ما نشافوش واش قالوا لك اني نشوفك مهول، واش كاين؟ شكون امن درك انا؟ انا من عمر ونسرين انت والسعيد، انا من سفيان ولطفي، انا من روحي. بي تعرف ملي انا بنتك عزيزه ونحبك وحاجه ما نخبيها عليك، غير انا اللي ما نكذبش عليك يا بي، رد بالك تامنهم. ثم السعيد ما دار والو. لا يا بي، سعيد ناس ملاح بي، سعيد واش حبو يدير؟ عنده برك مشروع هكذا يا حبيبي. لا هذا هو المشروع، مشروع نصب احتيال. المشروع نصب احتيال، شما راح تقولي لي باللي السعيد راح يخدم. ابو ياك تعرف سعيد يمساكري في الناس. حك تعرف سعيد ناس ملاح ويحب يخدم ويسمع الكلام وماشي، علاش نصب يا بي؟ واش من نصب؟ هاو جاني السيد درك سبحان الله واش من نصب، البارح حكى لي واحد ودرك جاني السيد يقول لي باللي مد 12 مليون للسعيد وقال له راح نزوجك، ما فهمتش انايا. زوجو هو ولا شكون يزوج؟ وين على بالي انايا راح يزوج؟ قال له نزوجك وقال باللي انا عندي يزوجوا، واني فاهم انا السعيد راه يدير. سعيد يتزوج؟ ايه السعيد راح يتزوج. كيفاش يتزوج سعيد ابوي؟ وانايا يا ابوي يا راح سعيد راح يخليني؟ كيفاش راح سعيد راح يعاود عليا الزواج ابوي؟ وانت على بالك بهديه يا خا على عاد انت وخدت في راجلها يا خا يا خا يا خا يا خا يا ابوي يا ابوي سعيد راح يعاود عليا الزواج ابوي. كيفاش يتزوج عليك؟ يتزوج عاد انت راح يعاود عليك الزواج يا سعيد. وين يروح هذاك تانتا هذاك تاعك وين راح يتزوج؟ هذاك تانتا يزوج بروش جون ناج ولا تانتا الميكي هذاك تاعك راح يتزوج به. كنا متمسخين يا وقال له باللي الحاج عنده طفله، زعما انا عندي طفله واحده اخرى راهي في الدار محجوبه ودي عليه 12 مليون. ضحكتي؟ لا عجبتني هذا يا سعيد قال عنده. ايه اسمح لي يا بوي هذا اللي قال يا بوي. استنى شوف اقول لك حاجه والله يا بوي. اطلعي اطلعي ما تهمش الناس وراسك يا بوي، اطلعي غيرهم يعمروا لك في راسك. انت راجلي بوي ما رجعت غيره منه يا بوي. سعيد مش عارفه واش دار لكم فيكم في راسكم، بس عم نقول لك نسرين و هيا تغيروا منه ذاك الراجل. غير لك انا من السعيد هذاك ياو الا حكمتو راني لا الحاج الاخضر، والا ما حكمتوش راني نقصر. وين يروح السعيد؟ يطور طور الدور الدور الدار السعيد وتجي يا اخي تعاود تدخل للدار. هاني قاعد لك انا مسمرجحه اخير هاني. يا لا 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 الشيخ واش راك الشيخ مصطفى؟ بس بخير. خير واش راهي صحتك؟ لاباس واش راك انت؟ الحمد يا سيدي لباس. خير ما جابك واش راك؟ لاباس والله الحمد لله. يلا شرفتنا زياره كبيره كي جينا الشيخ الامام روعه وبركه وخير. فرحتني في نهار اليوم الشيخ مصطفى يعطيك الخير. انعم خويا والله الحاجه غير حشمت باش نجيك وما يعني حاشم وجيت نعرفك ومنا جاني السعيد هذاك الجامع وشتو يتردد على الجامع يجي يصلي. الله يبارك. ورانا طلب معنا اعانه يعني قلنا باش نصلح شويه ندير شويه تاع مولين الخير هكا وندير كذا. ايوا ورانا عطينا له الاعانه. ايه هذه هي الحاجه والله غير حشمت باش ندير. واش يخدم لكم؟ واش يدير لكم؟ زعما يجيب لنا مكبر صوت ويخدم لنا شويه في الجامع شويه في الارض وشويه كذا وشويه سبيقه وشويه زواق. وراه ملي داها ما بانش وحشمت انا باش ندير. لا اله الا الله محمد رسول الله. سما راه سما دار لكم كيما تاع الزواج. راه اليوم راه نهار مش مليح الحاج مصطفى والله ما هو مليح. السعيد راه يبهدلني. قد هدا لكم الامانه هذه؟ قد عطيت لكم؟ 25 مليون هكا يا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. مبلغ ولمينا له يعني ما لقى وين يروح للمسجد دركا. وغالق لنا التليفون عيطوا له ما يرد. يا هو ما يردش الحاج والله. اسمح لي الشيخ مصطفى والله غير اسمح لي. لا اله الا الله محمد رسول الله. المسجد تاعنا باهي ولازم يعني لحقت لهذه الدرجه يعني هذا الناس يلحقوا والله يعني انا راني خلاص راني راح نذوب كي قدامك كي شفتك. اسمح لي يا شيخ الامام واش نقول لخويا انا هذه ديرها عليا انا نحكم. بارك الله فيك. والله استغفر الله يعني قبل المغرب والله بعد المغرب نجيبو مكتف نجيبو لك للتراويح ويجيب الامانه يحطها وباهي تقدم لي للجامع. اسمح لي الشيخ مصطفى والله انا وجهي راه حشم خلاص يعني مالفين نتلاقى ودعي لنا برك ان شاء الله. دعوت خير ان شاء الله. واش ندعي لك؟ ان شاء الله برك ملي لحقت البيت ربي الله يسجل. ما يبقى والو يا الحاج ياك نشوف واش راهم يجونا للجامع. شوف حوادث لا لا تعجب يبي هذا الفنومين هذا تاع الناس قاعده وتنهب وتنصب على الناس
الله يجعل خير، الله يجعل خير الحاج. هذه هي الحاج والله لا حشمتو معليش ما تحشمتش. تحتمت الجماعه قالوا لي لازم تحسن روحك. تحتمت شوف عليا عليا شوف هذه راهي خلاص انا راني هنا الله يعيشك خويا. روح بالسلامه. روح بالسلامه. روح بالسلامه. روح بالسلامه. روح بالسلامه. حشومه 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 كبيره حشومه كبيره. دار اللي تبهدل وجه الشر يا السعيد يا خويا ان شاء الله تضربك الكار الكبيره تاع كارون دو بلاس يا ربي ان شاء الله تخبطك تروح ديريكت ما تزيدش تشوفك يا ربي العالمين. والله كاش سيمي ديرابي في الزيت يدخل فيك. تقدمت للجامعه السعيده ما لقيت وين تنصب تسرق في الجامعه تعرفت بنتر انت او انا راح نهبل انايا. واش نسرق يا بابا عاد نصبح نسنى فيك كنشوف يا بابا السعيد راني نقول لك راه صبابا سعيد راه صبابا يا وعمر راه يتبع فيه راه يتبع فيه وني خايفكش ما تطرطق وتصرى عندي في الدار يا بابا يا راه تطرطق يا بابا هذاك باللي قال لك راه يدير ريسكوكري راه يطرطق في العباد نقول لك راني صبحت دايخ جاني واحد وزاد جاني واحد اخر مانيش فاهم والو زيد نقول لك حاجه والله يا وقدم لي الجامع هذه كبيره بابا دروك جا عندي الامام راني خلاص فشلان اباتي قال لي الامام عطى له 25 مليون جا لهم السعيد حقه نخدم لكم كذا البارلور نبدل لكم قال لهم البانتوره منا لموا مساكن ارواحهم هذوك شلمنين في الجامع لا حد ضرب لهم على السرميه تاع الجامع قال بسم الله وراهم يحوسوا عليه دروك قال لك نعيطوا له ما كانش ملي عاد يقدم لدار ربي تما لقى نقدم المسجد خلاص ما بقاش يا بابا راني خايفه على عمر ولا غاني خايفه عليه دائما حنا نخلصوا يا بابا بصح نقول لك والله غير ديما يتبع فيه وعلى بالي بلي راح للهلاك يا بابا معليش معليش خليني نطلع انا نركز انا راني عقلي موش مليح ربي يهديك يا سعيد نسرين واش 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 هذا اللي واش ربحتي فهميني برك واش ربحتي كي راكي مصبح وانت تنفخي في تنفخي واش بعدك عمر حابه ديرها بيني وبين سعيد وبيني وبين بابا واش ربحتي يا لالا حرام عليك على بالك كما سما مقبله انت واقفه هكا توقبي ما خفتيش على عمرك ما خفتيش على عقوبتك قاعد يسكروكي في العباد ويجيب لك الهم ما خفتيش يدوه يسلسلوه يدوه ب 10 سنين ولا 15 سنه بصح ما خممتيش بلي راجلي مسكين يتبع فيه ما خممتيش مسكين ضحكتيني راجلك ولا مسكين انت واش كلفك راكي معايا ولا راكي معاه معاها لا لا ديجا نقول لك حاجه خطينا من الشبهات كاش واحد يجي جايز يصورني ولا يقول لك راهي مع مرت لي سكرو روحي خطيني روحي 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 بيان سور دارهم كامل راجلك واش سيد لا اله لا شراك الله فامي لا عزيز يا زيد شو عيط يا خالي شربكتها وقعد في الغابه كي طارجون وحدك ما كنتش قاعد وحدي هذا وانا عندي سيدي بيعنا الترابي دار كان تيريسي ندير لك لافا هو البيع المليح انا الصباح الحاج قال لي به نبيعك وعندك الزهر طحت مع راجل تيري دوك يكربشك ويديك ياك تخلط يعني ليه واش درت انا واش درت هذا راك شخص مشبوه راه يصير تخلي على كل سنه راك وونتد تاعك داك الناس يديرون الدعايه ما يبغوش واحد اللي ينجح في الحياه كيف تنجح هذا الطرطيق هذا راه خدمتي دوك راه توري لي كان الطرطيق لا والو بلا دمي يجي على روحو او تقعدني ديما عايش عند الناس ما دنيش تاوي لامرك فاتني تاوي الناس يتشكي راهم يجيو بالزوج بالثلاثه واش بيك هذا ايدي يديروني الشكايه على خالي ولا دار البلديه انا الله يسهل خويا انا تحمل مسؤوليتك انا بورون فوا راه عاجبني الحال راني عاقل وراه راضي عليا وراني راني مليح ما بقاش كيما نقولوا حنا قد اللي فات ابري نروح من تما بقى وحدك وقتاش والله لا راك يعني في الوقت وكنت خدم معايا غير نديرو التاويل من بايم واش نخدم معاك نديرو كيما نقولوا لي زافير نشرو نبيعو ما نديرها واش السعيد عندي واحد الشغل مع هذا كيفاش تبعثني عند الحاج تقول لي يعطيك المراه والحاج قال لي ما كاين لا برا لا والو خالي قال لك ايه هذا قال لي شتني خالي قلنا ما عنديش ايه عندي وحده في عمرها واحد 18 عام كلي قال لي ما عنديش قال لي تمسخر بك سعيد قال لي ما عنديش عنده لا قال لي ما عنديش ابلاني خلاها لي في الدار يديرني طيبي لا لا سعيد سعيد عطيني الامانه تاعي الله ينورك ما قال لي ما عنديش نقول لك ديجا انا نقول لك هضرت مع خاني قال لي شكون كي قلت له عليك قال لي ابري بديت نهضر نهضر قلت له خاني واعلم انا هو تعرف بلي يحب يحبني دراهم الله ينورك عطيني الامانه تاعي اسمع خلينا نفريك الشغل تاعي انا نفريك الشغل تاعي ما كاش مشكل زيدني كان ندي عندك زوج نار ثلاثه تاع لي مليان نعطيهم لخالي ابري العشيه ارواح دخل معايا نجي معاك انا ندخلك لعند خالي ما تدنيش لا ما زيدني ما تدمنيش هكا تزوجني بطل يا سيدي نزيد لك زوج ملايين
ونشوفوا هالي كثر الملايين تاعك اسيدي يربح يوين سين 3 4 5 6 7 8 9 10 هيا داهي ملاش عندي لك التليفون كل شيء مبروك اما انا عرض لا العرس ان شاء الله يعتبر ان شاء الله اسمعنا خاطيني شوف والله العظيم غراه انا راني خاطيه شدني بركاك تاش شدني عندي حق موقف معايا بركا هذا ما كان هو خاطيني انا هكا قول لا 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 خدمه ما فيه والو تجوك الناس تحكي له تفرحوا تعطيه دراهم وزيد روح انا تباصيني بمليون ولا روح يرحم والديك انا مليون فيراج نجيبو تعجبني فيك تقنعني دائما تقنعني عندك جوج لي مليان اقعد ندير لك تاويل انا نجي الامام الامام امام خويا كل وحدك السلام عليكم وعليكم أشي. السلام ورحمه الله يا اخي سعيد الامانه هذيك تاع المسجد تاع الجماعه انا يعني رحت للحاجه انا قلت له الحاج رحت عند خانيه رحت عنده فالي با تروح عند خانيه حنا دوك انا كباور اهضر مع واحد كباور روحني عند خانيه خانيه لا هضرنا معاك عندي 20 يوم انا نحوس عليك قلت لك اعطيني الدراهم نجيب لك السلعه ياك شتني عطيت الدراهم للراجل اللي راح شتي بالميكرو وعندهم مازال عندكم غير الميكرو ديروني ادن ديروني ادن الصباح ديروني عشيه هذاك البوقا سي بون عاود لو غير فيزيب خاطش كي كان في الكونتينر كي جا من لاشين زنقني في البور خاطش ميديتير زنق لي كونتينر تكسرني هذاك البوقا عاود يديرني ريباري لا اخي السعيد ماشي الامانه هكذا الامانه تاع المسجد تاع الجامع لازم تجيبها 20 يوم حنا نحوسوا عليك التليفون غالقو ماشي هكذا الخدمه ماشي الخدمه هكذا ماشي التليفون غالقو يعني كيما نقولوا الشو ما كاينش الشو ما كاينش اللي عينو يخدم الحلال ماشي هكذا سعيد كل واحد كيف راه يتعب كيفاش يجيب الخبزه تاعو واحد راه يخدم سجار واحد راه ينقي الحشيش واحد يخدم في الشوك واحد كذا ماشي هكذا عندك الحق عندك الحق الشيخ لازم تسقم السعيد تولي الطريق اول نسقم ان شاء الله ندير شويه تاع الكوراج برك ان شاء الله نجيب لك البوك تاكسي برومي ها قول له ما شوف الحاج انا هضرت مع الحاج يجيبوا لي الجامع ان شاء الله انا نقول ان شاء الله نقول نجي مع خالي اي بارك الله فيك ديروا لنا الدعاء في الجمعه يا ان شاء الله ان شاء الله الله يهديك ان شاء الله ان شاء الله الله يهديك ان شاء الله ويجيب الجامع امين فهمت نقول له الطريق ان شاء الله ان شاء الله على ربي سعيد وربي يعاونك السلام عليكم الو كاين بيان سور كاين ما تبغي تشري السكنه كاين شوفنا عندك لي اف 4 ولا في 3 جبني تما نقولوا ورقه تاع وين زدت جبني 12 خرجني العمر تاعك من الاميري جبني 12 وجبني زوج تاع التصاوير والكسي تاع ليسونس لا عندك واللاكت تاع لومبري مارياج سي بون ماشي مشكل البيتشا انا ما نديش البيتشا نتاعي ومعنا جات تبغي تعطيني ما نقولش لا لا معنا تعطيني 62 مليون باش ندير لك لافير في الدوسير سي بون تدي جوج واحد ليك واحد لخوك اما تعمل سي 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 سافا 124 مليون يعني 3 فوا 1 بور 9 3 تاع تشكون في لي بانانين بيان مليح لي بانانين تبغي تاع البالكون ماشي على الطريق سون بروبليم بقاوني زوج الاخرين هذوك هما هيا سها يا خالي والله ما يقبضوني هرب السلك بعدني انطلق بعدني 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 ورا خاف خاف ادري ادري ورا يا خالة شريت فيلا مالك اسمع ورا منين دخل منا دخل منا اه منين دخل منا راك شنو منا راك شنو منا راك منا مالك الشي غطلع الشي غطلع الشي شاف فيلو سعيد شبيه خالي 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 شبيه خالي 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 سعيد 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 أنا جايك أنا جايك والله بسرعك
بعدني بعد بعدني بعدني نوض نوض لا لا نوض يقول لك نوض بعد بعد علاش دوك نقول لك علاش انا ولا ملاوي وبلا انا السيد انا حاكمك وين راح تروح والله العظيم بنعقبك حتى الاذن باش نوريك وين راح تروح معاك حتى المغرب لابغيك وديما ديما لي بروبلام كل يوم تسمع الكلام اما بين الجيران